فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب الفرائض، سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. عن ابن عباس، والحديث فيه إعضال. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال، وهو من السبع المكثرين عن أبي الأمين ومن العبداء الأربعة، وهو صحابي ابن صحابي. نعم، رضي الله عنكم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عقدت أيمانكم في قراءة فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء المهاجرون، حتى ما جاء المهاجرون إلى الأنصار وأخى بينهم، فكانوا يتوارثون. وأيضا الأحلاف، أحلاف الجاهلية، كان حلف الجاهلية يتعاقد معه ويقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون لكل واحد من الحليفين السدس في مال الآخر. وكان هذا حكم ثابتا في الجاهلية، لكن جاء الشرع بإلغاء ذلك ونفيه. ولذلك كل تعاقد كان قبل الإسلام فهو مهدوم، ونسخ ذلك قول الله جل في علاه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نسخ ذلك أولو الأرحام، قال الله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في الميراث، أن يكون السبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء. فهو أسباب الإرث هنا ليس التحالف، الحلف، ولا أيضا التعاقد، ولا الإخاء حتى. أسباب الإرث نسب وسبب. نسب معروف النسب أصحاب الفروض والعصابات، وسبب هو المصاهرة النكاح يعني، وبالمصاهرة يكون الفروض. والولاء ينزل من المنزلة، هذه المنزلة، والولاء لمن أعتق. لذلك قال وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يعني في حكم الله جل في علاه، وأن قسمة المواريث مذكورة ذكرها الله جل في علاه، وتولى توزيعها ربنا العلام سبحانه في كتابه القرآن. قال المنذري وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال، وقلنا الحديث فيه إعضال. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورثوا الأنصار دون ذوي الرحم للأخوة اللي أخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك، قال نسختها قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويسر له وقد ذهب الميراث. بعض العلماء يقولون لا نسخ. الصحيح أن الآية بقي على ما عليه في هذا الباب، على أنها فأتوهم نصيبهم من النصيحة والوفادة والرفادة والإكرام وغير ذلك، والوصية أيضا إذ لا وصية الوارث. أما الإرث فقد تولى ربنا العلام بتقسيمه في الكتاب في القرآن. ولأن البعض قال الذين عقدت أيمانكم نسخها قول الله تعالى كل جعلنا مواليا، وأيضا كل جعلنا مواليا أيضا نسخت بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال بعض العلماء المحكم أولى أن يقال لا دون النسخ، ويكون يبقى المحكم هنا في هذا الباب على الوفادة وأيضا على الوصاية وعلى الوصاية. وقلنا بأنه التعاقد عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بذلك، نزلت الآية الناسخة قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن يعني كل ما كان من إرث على الحلف أو على المؤاخاة كله منسوخ، وأسباب الإرث النسب والسبب كما بينا قبل ذلك. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ في القرآن، الجمع مع الإحكام أولى من القول بالنسخ،
حكم الله واجب النفاذ. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.